حياكم الله وأهلا بكم. بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم تغادر إلى الفلبين لخوض مباراة الإياب ضد نظيره الفيتنامي يوم الثلاثاء القادم لحساب التصفيات المزدوجة. رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا يعرب عن أمله في أن يتراجع المدرب تشافي هرنانديز عن مغادرة الفريق الكتالوني نهاية الموسم الحالي. موسكو وبكين تستخدمان حق النقد وتمنعان تمرير قرار الأمريكي في مجلس الأمن حول وقف العدوان الإسرائيلي على غزة. دراسة علمية أجراها علماء من جامعة شيكاغو البريطانية تظهر أن ملايين الأشخاص حول العالم يشربون ماء ملوثا ويحتوي على نسب عالية من الزبيخ. تسببت دعاوى قضائية في الولايات المتحدة بخسارة شركة أبل عشرات المليارات من قيمتها السوقية وذلك لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار. شكرا لكم مشاهدينا وإلى اللقاء.